الافتتاح الإنجليزي هو من أهم الافتتاحيات وأشهرها وأقواها، فيلعب به لاعبو الشطرنج الأساتذة والأقوياء والمشاهير، وفي أندية ومقاهي الشطرنج، كما أن ماجنس كارلسن بطل العالم لعبه في أكثر من بطولة دولية عالمية، يمكن عند اللاعب به تحقيق الفوز بسهولة. طبعا نعرف كلاعبي شطرنج أن مباراة الشطرنج تنقسم إلى 3 مراحل، وهي الافتتاحية opening، ووسط اللعب الميدل جيم، ونهاية اللعب الاند جيم. والهدف عموما من أي افتتاح هو السيطرة على الوسط ونشر القطع وتأبيد وتأمين الملك. وإذا أتممنا الافتتاح بنجاح ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة وسط اللعب أو الميدل جيم. وفي هذه المرحلة يتغير الهدف من نشر القطع والسيطرة على الوسط إلى هدف آخر، وهو المناورة بالقطع واستغلال نقاط الضعف أو القطع الضعيفة لدى الخصم. وإذا لم تكن هناك ضعفات عند الخصم يقوم بخلق نقاط ضعف إذا لم تكن موجودة. وإذا ما انتهت المرحلة الثانية وهي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الإند جيم، نهاية الدور، فالهدف هنا يتغير، وهو القيام بكش مات للملك أو ترقية البيادق للفوز بالدور. لكن في أحيان أخرى يكون الهدف هو تحقيق التعادل الدرو، وما يهمنا لأنها أهم مرحلة في مراحل الثلاثة على الإطلاق، وهي بمثابة التأسيس. لذا فأهم شيء في الافتتاحية الأوبنينج هو السيطرة على الوسط. لذلك ستجد أغلب الافتتاحيات مثل جنبيت الوزير أو جنبيت الملك أو الافتتاح الإنجليزي تبدأ بالE4 أو الD4 أو الحصان في الF3 أو الحصان في C3 أو C4. الافتتاح الإنجليزي مناسب للاعبين المبدعين في الاستراتيجيات بعيدة المدى والتمركز الدقيق للقطع. فالافتتاح الإنجليزي الأبيض يفتتح اللعب بنقلة C4 سيطرة على الوسط، ومانعا الأسود من لعب D5، لأنه إذا لعب هذه اللعبة سيأخذ الأبيض في D5، وبالتالي سيأخذ الكوين للأسود في D5، ويخرج الأبيض بحصانه في C3 طالبا وزير الأسود ليتراجع. وبهذه النقلة الأبيض متفوق وله لعبة أخرى سيحتل بها الوسط مثل D4، والأسود لم ينتشر بعد، فلن يلعب الأسود هذه اللعبة اللي هي نقلة D5. وأيضا الأسود نقلاته محدودة وفي حيرة، ماذا يلعب الأبيض؟ الأبيض ممكن أن يلعب في اللعبة القادمة D4 وهو جنبيت الوزير، ولكن إذا لعب الأبيض من البداية D4 أو E4، فهنا وضح أن الأبيض يلعب إذا كان جنبيت الوزير أو جنبيت الملك، ويكون هنا للأسود احتمالات كثيرة ونقلات متعددة، كان يلعب الدفاع الصقلي أو الدفاع الهندي أو الدفاع الفرنسي. لكن عندما يلعب الأبيض C4 فهنا محدودية للأسود في الرد، والأبيض له امتيازات كثيرة. الأسود لن يعرف ماذا يلعب ويكون عنده حيرة وتردد شديد. لكن دعنا نقول أن الأسود G6 أو ربما يلعب الحصان في F6. هذه اللعبات كلها لا تهمنا. في جميع هذه الأحوال ما سيلعبه الأسود في هذا الافتتاح، لأننا سنلعب نقلات بغض النظر عن نقلات الأسود. هناك بعض الاستثناءات، لأنه ربما تلعب مع لاعب مبتدئ أو ربما قوي جدا، فربما يلعب نقلات غريبة نوعا ما، مما قد يدفعك للتعامل مع الوضع بطريقة مختلفة، وهي أقوى النقلات الممكنة في هذه اللحظة أو الوضعية. لكن بما أننا قلنا أن الافتتاح الإنجليزي يعتمد على التخطيط المستقبلي، فعلينا أن نختار النقلة التي تتفق مع
رؤيتنا المستقبلية، وبما أن نقلة السي 4 كانت لمنع الدي 5، فإنه من المنطقي أن نلعب الحصان في السي 3، وذلك لزيادة السيطرة على مربع الدي 5. وكما سنرى فيما بعد أن كل نقلة سنلعبها ستتماشى مع خطتنا الأساسية إلى أن نقوم بالتبييت لحماية الملك بغض النظر عن ما سيلعبه الأسود. طبعا اللاعب الأسود لن يكون مستسلما، لذلك سيلعب حصانه في F6، ولكن هذه ليست اللعبة الفضلة أو الأمثل في هذه الوضعية. إذا لعب البيشوب الأسود في B4 هذا المربع، فهذه لعبة تكون مزعجة ومقلقة جدا، باعتبار أننا سنلعب هذه اللعبة، فيكون الأسود إذا لعب هنا في B4 فهي أعتقد أنها تكون لعبة مزعجة ومقلقة لي عندما ألعب بالافتتاح الإنجليزي. في هذه الوضعية لن أقوم بتحريك الحصان في C3، ولكن سأقوم بتحريك البيدق في A3 مانعا لعبة البيشوب في B4. رغم أن هذه النقلة تعتبر مؤخرة لانتشار قطع الأبيض أو اللاعب الأبيض، لكن دعنا أن نفترض أن الأسود سيلعب F6، فعندما يلعب الأسود F6 سنقوم نحن أيضا بفتح الوتر البيشوب الأسود وأيضا السيطرة على هذا المربع، وبهذه اللعبة نكون أيضا قد حفظنا أو نفذنا جزء من خطتنا المستقبلية، وهي زيادة السيطرة مربع E4 ومربع D5، وبالتالي تحضير هذا الوتر للبيشوب الأبيض، وذلك بعد فتح أمام البيشوب الأبيض بتحريك البيدق في G3، فإن الأسود سوف يلعب حصان في C6، وبالتالي سنقوم بتقديم البيدق في G3، وهذه هي النقلة المفتاحية والمميزة للافتتاح الإنجليزي، لأنها تخبر الأسود أننا اخترنا الافتتاح الإنجليزي. وهنا الأسود قد يلعب بيدقه في G6، طبعا هو يستعد بهذه النقلة لتحريك فيله إلى G7، ثم يقوم بتبييت ملكه بعدها، وهنا الأبيض في G2 الوايت بيش. بالتالي فخطتنا الرئيسية أصبحت جاهزة للسيطرة على هذا الوتر الهام، هذا الوتر المهم جدا، كما أن الأسود لا يستطيع أن يغلقه، وذلك لأن قطع الأبيض مسيطرة تماما على المربعات البيضاء الرئيسية في الوسط، وهي الـ E4 والـ D5. في هذه الوضعية لدى الأسود فيله في G7، يقوم الأسود بلعب البيشوب الأسود في G7 للتبييت فيما بعد. وهنا يمكن للأبيض أن يلعب العديد من النقلات القوية التي أشهرها تفريع بوت فينيك عن طريق نقل E4، وطبعا ممكن أن يظن بعضكم أننا أغلقنا وتر الفيل وكل ما قمنا به وعملناه سابقا أصبح دون فائدة. حسنا، دعنا لا ننسى أننا في هذا الافتتاح الإنجليزي نعتمد على خطط بعيدة المدى وليست قرارات لحظية فقط، فالأبيض سيكسر الوسط عن طريق نقلة البيدق في F4 لاحقا، أبيض للبيدق في F4 مستقبلا، وغالبا هذا ما سيحدث، ثم بعدها دفع هذا البيدق الموجود في E4 إلى E5 فاتحا هذا الوتر مرة أخرى، الوتر المهم جدا للبيشوب الأبيض. لكن كل حسب خطته، لأنني أشارك معكم لما أفهمه شخصيا، لأنني ما زلت أتعلم معكم قدر المستطاع وكما يتاح لي من وقت، لذلك كل واحد منكم عليه أن يختار تفريع واحد فقط،
وبعد ذلك سيستمر في تطوير مذكرة الافتتاحيات والدفاعات الخاصة به خطوة بخطوة أو step by step. المهم أننا قلنا أننا يمكننا أن نلعب الـ E4 في هذه الوضعية أو الـ A3 أو نلعب البيشوب الأسود في الـ G5، ولكني بصفة شخصية أفضل أن ألعب الـ E3 وذلك لألعب الحصان في الـ E2 وذلك لأقوم بالتبييت فيما بعد بسرعة وأيضا لا أغلق الوتر أمام الفيل الأبيض المهم جدا. وفي نفس الوقت الحصان في الـ E2 سيكون مسيطرا بقوة على المربع في الـ F4 الذي سيلعب فيه البيدق هذا. الأسود سيقوم بالتبييت، فيقوم الأبيض بلعب الحصان يلعب في الـ E2، وهنا الأسود يمكنه أن يلعب الرخ أو الرك في الـ E8. وطبعا سنقوم نحن بالتبييت في هذه اللحظة، وبعدها يمكننا أن نلعب الرك في الـ B1 ثم الـ B4 ثم الـ A4 ثم الكوين في الـ B3 لنبدأ هجوما على جناح الوزير، أو نلعب شيئا آخر وهو الـ B3 ثم الـ B في الـ B2 ثم بعدها نلعب الـ F4 لنفتح العمود أمام الرك وأيضا هذا الوتر للفيل الأسود، وبذلك يكون هجوما على جناح الملك. ولكن في الحالة الأخيرة ينبغي علينا أن نلعب الملك في الـ H1، وذلك لأن الأسود تكون له الفرصة للقيام ببعض التكتيكات على هذا الوتر المهم. وأخيرا وليس آخرا، ليس بالضرورة أن تلعب هذا الافتتاح، بطبع أعطيتكم بعض الأفكار الأساسية فيه، لكن الأفكار تختلف وكل واحد عليه أن يرتب خططه حسب أفكاره أسلوبه. عموما أتمنى أن يكون شرحي مفيد لكم، واعتذر عن أي تقصير في المحتوى أو طريقة الشرح، وأتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، وأن تقوموا بالاشتراك في القناة، وأن تشاركوا هذا الفيديو مع آخرين، وأن تكتبوا تعليقا في لهذا الفيديو يدعمنا ويشجعنا على الاستمرار في تقديم المحتوى، وشكرا لاستماعكم ولوقتكم.